يعني هو ده حدث احنا يعني سعداء جدا بيه وسعداء ان نشوف كايرو اي سي تي كل سنه بيكبر وبيتطور سنه بعد سنه. ده حدث بقى على الكالندر بتاعت مصر وان شاء الله باذن الله كل سنه يبقى فيه جديد وكل سنه بيتطور وبيبقى فرصه لينا كل واحد فينا بيحضر قبلها ايه اللي هيعرضه السنه دي مختلف عن السنه اللي قبلها كايرو اي سي تي. وانا متوقع ان شاء الله خلال سنتين ثلاثه هنشوف حدث عالمي باذن الله.